posizione del presidente della giuria del premio Mediterraneo per il pensiero che ha coordinato questa. ولشرف إلقاء كلمة المؤسسة المتوسطية بلغة الطاق في اللغة العربية وهي من اللغات الرسمية للمؤسسة في حق المهتفى به والحاصل على الجائزة المتوسطية لهذه السنة في الدبلوماسية الدولية والتنمية الأستاذ محمد أبو عين. لأننا دائما ما نخير المحتفى به في مكان إعطاء الجائزة، وتعلمون أن نابولي هي من المدن المتوسطية العريقة جدا والتي تحمل روافد حضارية وثقافية متنوعة وتحمل في ثناياها الشجرة المتوسطية العريقة والتي مر عليها شعوب وأقوام كلهم جسدوا ما نسمو إليه جميعا تلكم الأسرة الإنسانية الواحدة والبيت المجتمعي المشترك، وهي أيضا الأشياء التي يجسدها المحتفى بها الأستاذ محمد بن أبو العين. إذا نبدأ في الكلمة الرسمية، لماذا اخترنا الأستاذ محمد أبو العين للحصول على هذه الجائزة؟ كما لاحظتم هي فيها الدبلوماسية الدولية والتنمية، ونادرا ما يعطى المحتفى بصنفين من الجوائز التي تدخل في إطار المؤسسة المتوسطية. هناك ثلاث محطات تاريخية جعلت لجنة الجائزة تختار الأستاذ محمد أبو العين. أولا، هو رجل التعاون الإنساني ببعد كوني، ويحمل راية الاستراتيجية وراية استشراف المستقبل. خبرناه في محطات عدة، ولعل أهمها وأبرزها البرلمان المتوسطي أو الجمعية البرلمانية المتوسطية، حيث كان من المؤسسين الأوائل، وكان الرئيس الفعلي لهذه المؤسسة التي أعطت ولا تزال العديد للفضاء المتوسطي قبل أن تعطى له الرئاسة الشرفية مدى الحياة. فهو كان دائما يؤمن بأشياء عدة لعل أبرزها أن دول الجنوب، أي جنوب المتوسط، تعلمون أن هناك 43 دولة تشملها أو يشملها الاتحاد من أجل المتوسط ومقرها في برشلونة، أن دول جنوب المتوسط لا تحتاج إلى المال أبدا، وإنما تحتاج إلى تعاون مشترك في إطار رابح مبني على احترام الآخر وتشجيع تنمية العقول والقلوب عن طريق العلم ونقل التكنولوجيا والاستثمار في العامل الإنساني أي العامل البشري. ولذلك نراه بجرأة وبشجاعة قل مثيلهما يشارك ويمأسس لمؤسسات ولمنظمات ويزول ويجول في الفضاء المتوسطي للدفاع وللتأصيل لهذه القواسم المشتركة. ولذلك نراه ورأيناه يشارك ويحرك مؤتمرات السلام سواء في إطار الرباعية الدولية وسواء في إطار المنظمة الأممية، منظمة الأمم المتحدة، كما أن له أفكارا تحسب له في إطار الفضاء المتوسطي أو تحسب في إطار تاريخ الفضاء المتوسطي، من أهم ذلك فكرة إنشاء بنك متوسط، ويسجل له التاريخ المتوسط أيضا. نحن الذي خبرناه وصاحبناه لفترة زمنية طويلة جدا، تدخلاته الشجاعة في المحافل الأولى المتوسطية
دفاعا عن المصالح المشتركة وللمنتهكة حقوقهم، إلى أن أصبح الأستاذ محمد أبو العنيد اسما متوسطيا وعالميا بامتياز، يحظى باحترام الخاص والعام والمؤسسات والأفراد. المحطة الثانية التي جعلت أعضاء اللجنة، لجنة الجائزة الأمور المتوسطية، أعضاء لجنة الجائزة، جائزة المؤسسة المتوسطية، أن هذا الرجل هو رجل القيم والمبادئ التي تجمع ولا تفرق، توحد ولا تشتت، ودائما كان ولا يزال في اجتماعاته يؤمن بالأنسنة العالمية الكونية بماليزمونغال. ومن هنا دعوته الدائمة لمؤسسة ما يسمى بتحالف الحضارات والتنوع الثقافي والتعدد الثقافي خلافا للهيمنة الثقافية. الأستاذ محمد أبو العنين دائما في اجتماعاته وفي مع كل أولئك الذين سألناهم ونحن نناقش مدى أحقية لنيل هذه الجائزة من مفوضين أوروبيين ومن رؤساء برلمانات ومن وزراء ومن شخصيات أدلت بدلوها الكبير في الفضاء المتوسطي وفي العالم، قالوا بأن هذا الرجل هو يمثل روح التعاون الإنساني ببعده الكوني، وهو الذي دائما ما يدافع إذا لم نبدأ باحترام الآخر فلن نؤدي الرسالة التي من أجلها خلق الإنسان على الصفيحة. ودائما محمد أبو العنين يحذر الخاصة والعام من الخطابات الاقتصادية السيئة السلبية، تلك الخطابات والمناهج التي أصبحت ذريعة لكل التنازلات، بل أكثر من ذلك لتنازلات ثقافية وروحية. إنها القيم يا سادة، إنها القيم، أي ما يجعل أي مجتمع جدير بالاحترام والتقدير على المستوى الأخلاقي والثقافي والروحي. محمد أبو العنين يؤمن بأنه ما لا يمكن لأي مجتمع إنساني من أن يبقى مرجعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى النبيل، ولعله أن ننتصر دون أن تكون على حق لا يؤدي إلا إلى طريق مسدود. فحوار الثقافات التي يؤمن بها الأستاذ محمد أبو العنين والتي طورها ومأسس لها وأصل لها وجذر لها في إطار البرلمان المتوسطي لا يظهر كحتمية كما كان عليه أن يكون، ولكن هذا الحوار كما يجب أن نعلم إنما هو حوار بين أطراف غير متكافئة، فمن جهة نجد بشرا ودولا فقيرة ومن جهة أخرى نجد دولا غنية. وماذا سيبقى للبشرية إن أصبحت قلوبنا وعقولنا سلعا وأشياء للبيع أيضا؟ إنه جراء هذه الخشية تولدت كلمة التعددية الثقافية التي آمن بها الأستاذ محمد أبو العنين ورفع رايتها عاليا. ولعل الوصول إلى التعددية الثقافية وإلى الأنسنة العالمية لا يفرض علينا هذا التعاون المتوسطي والدولي البناء والهادف، وذلك باحترام الاختلافات وبسلوك كهذا يمكننا كما يؤمن الأستاذ محمد أبو العنين أن نواجه نظرية صراع الحضارات ونظرية الأفكار المتعصبة المرتبطة بالهوية القومية كما يقع هذه الأيام في دول عديدة مثل ألمانيا وهولندا والنمسا والسويد، والتي تنعكس بصورة سلبية على قبول الآخر. والأستاذ محمد أبو العنين هو مع المبادئ السامية التي تقول بأن هناك حدود يجب على العولمة ألا تقوم بإلغائها، تلك التخوم التي تمكننا من الانتقال من ثقافة نحو أخرى وتعلمنا على أنه ليس هناك لغة واحدة بل هناك لغات متعددة، وأن كونية الإنسان تتجسد في كل ما هو خاص، وأنه يجب علينا الحفاظ على هذا الغنى كما نحافظ على الممتلكات النفيسة للإنسانية، وليست مناطق الإنسان فقط مادية أو جغرافية بل هي أيضا مناطق روحية، وبقدر هذه المناطق
يجد كل فرد منا في جميع القارات كرامته ويقيسها كما يقيس كرامة الآخر. وفي هذا المجال فقط يمكن أن نقوم بصياغة السلم العالمي وتحديد مصير الشعوب وكذا التسامح بين الناس. فباتحاد الدول ووفق تركيب محكم والاستثمار الأمثل لتحويل مواردها الخاصة وحصولها على أسواق ضخمة ووفائها لخصوصيتها الثقافية واحترام ثقافة الآخرين، يتسنى لكل الفضاء المتوسط ولكل دولة ولكل أمة أن تساهم في بناء عالم أكثر عدلا وأقل رعبا. وهذا هو الحوار الحقيقي الذي أخذ رايته الأستاذ محمد أبو العينين في كل تجوالاته وأسفاره ومهامه ومؤسساته والمنظمات المتوسطية التي مر منها أو أسسها أو أنشأها. وهو الذي يوم تتأصل شجرته في النفوس وتشمح فروعه في آفاق حياة البشر وتأنس أرواحه لظلالها الوارفة، يومئذ تبدأ كل المجتمعات جني ثمراته، وإذ ذاك تكون قادرة على بلورة قيم ومبادئ وأخلاقيات ووسائل وضوابط ميثاق بشري راسخ يكون منطلقا صلبا وسبيلا آمنا لمسيرة بشرية راشدة. المحطة الثالثة عن الأستاذ محمد أبو العينين التي جعلته يفوز بجائزتين اثنتين، هي ليست جائزة واحدة، هي جائزة في شقها الدبلوماسية الدولية وأيضا التنمية، وهي لأول مرة في تاريخ المؤسسة منذ 25 سنة يفوز بها رجل في هذين الشقين أول مرة، وهو ثاني رجل مصري يأخذ بهذه الجائزة بعد المرحوم نجيب محفوظ. المحطة الثالثة، محمد أبو العينين رجل التنمية الوطنية والدولية. الجامعيون الذين يدرسون في الجامعات مثلي يفقهون مسائل متعلقة بالموجة الثالثة والمجتمع ما بعد الصناعي والمجتمع تكنولوجيا المعلومات والمجتمع التواصل ومجتمع اقتصاد المعرفة والقرية الكونية ورأسمالية الثقافة ومجتمع الشبكة والطفرة المعلوماتية. هي الحالة التي يجب أن يصل إليها الجميع، وهي كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على ارتباط البلدان بروح الإنتاج وسوق العمل وتوزيع الثقافة والفنون والعلوم والسلع والخدمات. لذلك نرى الأستاذ محمد أبو العينين عندما قلت في البداية أن أعضاء اللجنة الدولية قالوا بأنه رجل استراتيجية ورجل استشراف في المستقبل وآمن بهذه المبادئ منذ صغر السن في عينيات القرن الماضي، عندما أطلق تلك المشاريع الصغيرة لتكبر رويدا رويدا ولتصبح رمزا كبيرا لما يجب أن تكون عليه مسائل التنمية. فنجح هذا الرجل في تحقيق ما نسميه أو ما يسميه أصحاب السياسات العمومية بالسياسة، تحقيق السياسة العمومية الدولية، أي أن سعادة الأمم وتطورها يكمن في وجود سياسات عمومية ناجعة وبناءة تكون لصيقة بتواجد عقول استراتيجية متميزة تنظر إلى المستقبل.